سأعطيكم أولا نبذة عن زواج المذيعة الفلسطينية بممثل يهودي، ثم نرى ملكة جمال الكون السمراء لعام 2019، حيث أثار إعلان زواج ممثل إسرائيلي يهودي ومذيعة تلفزيون عربية من منطقة الـ48 ردود فعل متباينة في إسرائيل بين الإدانة والتمنيات الطيبة، حيث تزوجت لوسي هاريش وهي من عائلة مسلمة وأول عربية تقدم برنامجا باللغة العبرية على التلفزيون الإسرائيلي، وتساهي ليفي الذي يمثل في مسلسل فوضى الأربعاء في حفل كشفت عنه وسائل الإعلام، والتي قالت أن الزوجين البالغين من العمر 37 و43 سنة على التوالي وكان على علاقة منذ عدة سنوات. هنا العروسين 37 سنة و43 سنة، دي صور متفرقة ليهم. دي المذيعة الفلسطينية اتجوزت بالممثل اليهودي وأثاروا ردود فعل متباينة، ناس أيدوا وناس قالوا لأ، حيث أثار زفاف مفاجئ لممثل يهودي وعالمية عربية مسلمة في إسرائيل مشاعر متباينة في بلد تنظر فيه بشدة مثل هذه الزيجات. وجاءت زواج تساهي هاليفي الممثل اليهودي الذي يتحدث العربية بطلاقة من الإعلامية لوسي هاريش التي تقدم برنامجا إخباريا بالعبرية بعد قصة حب استمرت 4 سنوات، وقال أصدقاء لهما أنهما أبقياها طي الكتمان لتجنب السقوط ضحية للحساسيات الثقافية، ومزح الزوجان في بطاقة الدعوة لحفل زفافهما التي نقلت صحيفة إسرائيل هايوم قولهما فيها: نحن نوقع اتفاق سلام. قالوا إن إحنا بنوقع اتفاق سلام اللي الدول مش قادرة تعمله إحنا بنعمله، بنتجوز بعض وبنحب بعض وبنعمل اتفاق سلام فيما بيننا اللي رؤسائنا مش عارفين يعملوه. وتشير أحدث بيانات متاحة عن سجلات الزواج إلى أن 23 زيجة فقط من بين 58 ألف زيجة تمت بين يهود وعرب في عام 2015، وهنأت صحيفة يديعوت أحرونوت الأكثر مبيعا في إسرائيل العروسين قائلة: مبروك، بحروف عبرية على صفحتها الأولى. لكن أريه درعي الحاخام اليهودي المتشدد ووزير الداخلية، وهو المنصب الذي يراقب تسجيل السكان في إسرائيل، انتقد الزواج، وقال في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: هذا شأنهم الخاص، لكن كيهودي يتعين أن أخبرك بأنني ضد مثل هذه الأمور، لأنه يتعين علينا الحفاظ على الشعب اليهودي. وأضاف: أطفالهما سيكبرون ويدخلون المدارس، وبعد ذلك سيرغبون في الزواج وسيواجهون مشاكل صعبة. وتداولت وسائل الإعلام العبرية مقطع فيديو يظهر حفل الزفاف المثير للجدل بفعل العلاقات المتوترة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين الطامحين للتحرر. ودي لقطات من حفل الزفاف بين المذيعة الفلسطينية والممثل اليهودي. ومن ناحية أخرى، كانت هناك موجة أخرى من التأييد للعروسين، فكتبت النائبة عن حزب العمل شيلي ياشيمو فيتش على تويتر: أجمل التهاني وتمنياتي بالسعادة للزوجين الرائعين. وكتب النائب من حزب العمل ستاف شافير في تلميح إلى أورين حزان: لوسي هاريش تفهم معنى أن تكون يهوديا أكثر ممن غرد بكلام عنصري ومثير للاشمئزاز. وكتبت النائبة عن يمين الوسط ميراف ابن آري مهنئة الزوجين: مبروك. تنتمي لوسي هاريش إلى العرب الذين يمثلون 17.5% من السكان الإسرائيليين، وهي تقول على صفحتها على الفيسبوك:
أنها تلقت تعليمها في بيئة يهودية وكانت تحتفل بالأعياد اليهودية والمسلمة على السواء. ويمثل زوجها تساهي ليفي في مسلسل فوضى الأربعاء الذي عرف شهرة عالمية وهو يدور حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. هنشوف بقى حكاية ملكة جمال الكون 2019. ومن ناحية أخرى توجت فتاة جنوب أفريقيا زوزويني تونزي مساء الأحد 8 ديسمبر 2019 بلقب ملكة جمال الكون لعام 2019 خلال المسابقة 68 والتي أقيمت في ولاية جورجيا الأمريكية، وقدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت 7 نساء. وتفوقت صاحبة البشرة السمراء والبالغة من العمر 26 سنة في المرحلة النهائية على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك. ووضعت ملكة جمال الكون الفلبينية عام 2018 كاتريونا غاري تاج ملكة جمال الكون عام 2019 على رأس تونزي الجنوب أفريقية. وهنا لاحظت ما بتحط التاج على رأس الجنوب أفريقية، ودي ملكة جمال الكون تونزي بتاعت 2019. طبعا ملكة جمال بيبقى ليها شروط خاصة، ومش بس الجمال، لا بيبقى لازم تكون مثقفة وعلى دراية باللي بيحدث في العالم، وتكون ليها مواقف إنسانية، وهي ليها مواقف إنسانية وبتشتغل في المجال الاجتماعي، يعني مش حكاية جمال بس، وهي جميلة، محدش بيقول إنها مش جميلة. وسمراء اللون لأول مرة ملكة جمال الكون 2019 تكون فتاة سمراء. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا في كل مكان.